وش فيك مستعجل عم جابر؟ موعد وصول الشحنة اليوم وأنا أحسبها بعد يومين، لازم نلحق نسلمها من مندوب التوصيل عشان لا يروح ويخلينا ننتظر زيادة. ننتظر؟ لا ما أقدر أنتظر أكثر من كذا، لازم نوصل بسرعة. لا تخاف يا حريص، عمي جابر حريص على سلامتك. بسم الله، من أنت؟ أنا حريص، مهمتي أحافظ على المياه وأساعد الناس على الترشيد. إيه، قال لي أبو عمر عنك. هذا حريص يا خالة نورة، الروبوت اللي جانا من المستقبل. إيه عرفته، اللي قل لي يا حريص، ليش قفلت الموية عني؟ لما تغسلين الصحون بالصابون والموية مفتوحة، هذا يهدر الكثير من المياه، والأفضل من كذا أنك تستخدمي غسالة الصحون بدل الغسيل اليدوي. ما شاء الله عليك، صدق من سماك حريص. وصلت القطعة يا حريص، يلا نروح المعمل. خلصت الحين، حاول تتصل على مركز أبحاث المياه. وش صار؟ ما يردون علي. البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.